صلوا على رسول الله. أفضل استثمار على وجه الأرض هو الاستثمار في الأرض، العقارات يا جماعة. لا تفوت أي شيء، تشتري أرض، تشتري فيلا، تشتري شقة، لا تفوتها، وخصوصا إذا كانت المشاريع في إمارة أبوظبي. في أبوظبي ما حد يخسر، أبوظبي تنمو وتكبر والمشاريع فيها تغلى. أي مشروع اسأل أي حد اشترى أرض أو اشترى عقار في أبوظبي ما خسر. في أبوظبي دائما اللي تشتري بمليون تبيع بمليونين وثلاثة وخمسة وعشرة. في أبوظبي الاستثمار ناجح 100%. شركة الدار العقارية بكبرها ياي العين تعرض مجموعة مشاريع رهيبة من دفعات تبدأ ب5% وانت طالع. يعني هذا المشروع، هذا المعرض خاص بالموظفين، التجار هم بيون عارفين الموضوع، بس هذا العرض للموظفين، الموظفين الصغار اللي راتبه 20 30 40 50 ألف. تعال هني وشوف العقارات اللي تبيض الوجه، عقارات تفيدك لك ولعيالك، ضمان للمستقبل. الولد الباري يسمون العقار. عندنا معرض، معرض الدار العقارية بكبرها ياية، تاريخ 13 و14 يوم السبت ويوم الأحد في فندق هيلي ريحان روتانا في العين. لا يفوتكم هذا المعرض، تعال خذ فكرة وانشر هذا الفيديو لكل اللي عندك، وإلحق ما تلحق.